بسم الله الرحمن الرحيم. المره اللي فاتت اخر مره عملنا كونكت بالداتابيز عن طريق لايبراري اسمها جي دي دي اس، تمام؟ وعملنا كونكت بالسيكوال سيرفر وبنينا، كان احنا كار سنتر صح كده، تمام؟ كونكت وبنينا صفحه الريجستر اللي اليوزر هيدخل من خلالها. ادي اب، هات بس الاول اختار اندرويد ريسورس لاي اوت، بنينا الصفحة دي، تمام. استنى كده بيقول لك رانينج، بنينا عبارة عن الشاشة الرئيسية بتاعتنا كانت صيانة سيارات اهي، وحطينا اللوجو بتاعها وعملنا ريجستر. كان الريجستر هنا بيكتب مثلا محمد، اليوزر نيم، الباسورد 12345601110، اي حاجة، الايميل، كنا بيبعت ميل على الميل بتاعنا، بتكتب ميل، وكان بيبعت حاجة اسمها اكتيفيشن كود. كان بيبعت على جوميا سيستم ده. لو جينا هنا انت حطيت مثلا الميل بتاعك اهو، مش عارف ليه جوميا سيستم، وعملنا الحتة بتاعت انفاليد دي gmail.com، تمام، بتدوس سن، ده الرقم اللي هيبعت لك، بس انا هخفيه دلوقتي الحته دي. ايميل سن كان بيبعت لك على الميل، اكتيفيشن كود اهو نزل اهو، قال لك ايه، ثانك يو فور ريجستريشن اريبيان كومباني، يور اكتيفيشن كود از، الرقم ده تاخده كده وتروح حطه في الاكتيفيشن كود عشان يتاكد، 1 4 1 6 7، انا عايز اغير بعد كده جيزة. هل ده هو رقم البعت؟ لا، ساين اب، قال لي invalid activation code. لما اجي اقول له بقى لا بستة، سين كان نوت انسرت دوبليكيت ويز يونيك جوميا سيستم، ده موجود قبل كده، واخد بالك؟ طب المفروض دلوقتي ايه؟ يطلع لي مسج ما يقوليش كده، انا فاهم عشان احنا فاهمين برمجه اهو. ندور على كلمة مميزة، اي اكس كاستمرز، هي دي، افتح الداتابيس كده. كنا عملنا الميل ايه؟ يونيك ديزاين، احنا بس ان في حد طلبها مره فاتت قلنا نعملها، مش اي اكتيفيشن، ده بقى عشان اتاكد ان مش ريبوت بس ولا الكلام ده كله. كان الايميل ده اهو، عملنا عليه حاجه اسمها اندكسز اي اكس كاستمرز اهو، هاخد دي كده كوبي كلمه مميزه، واروح جاي هنا في ملف البرمجه، الكود بتاعنا اهو، مش هو فين، هو ده صح، فين جملة الانسيرت؟ ده اللي بيبعت ميل؟ لا، ده اللي بيبعت ميل اهو، انسيرت انتو اهي. طبعا قلت له ايه؟ لو يا اما اليوزر اتكريت يا اما اليوزر حصل له ايه؟ ده حصل ايرور تاني، اروح قايل ايلس اي دوت جيت مسج بطريقة تانية بقى، دوت كونتينز، تحتوي على الكلمة دي، في الحالة دي طبعا السيف، في الحالة دي طلع لي مسج قول لي الايميل هو اللي متكر اوريدي اكزيست، مش اليوزر المرة دي، ده الايميل ران. اخدت اي كلمة مميزة من الايرور؟ من الايرور؟ اي كلمة، مش اي كلمة، بس الكلمة تكون مميزة بصراحة. الكلمة اللي انا خدتها ده
بيسموها الكونسترينت نيم، اسم القيد، واسم القيد مميز، ده اسم ما ينفعش يتكرر. اسم القيد اللي هو ده يا احمد، بص حضرتك اللي هو ده، كليك يمين اندكسز اهو، ده اسم القيد اهو نيم، فاستحاله تلاقي حاجتين بنفس الاسم. ريجستر دعاء 1 2 3 اي رقم، جوميا سيستم ات جيميل. حد ايميله مفتوح دلوقتي على تليفونه؟ بص ده بثواني بقى نعمل اي حاجه، هنعمل سند الاول 10867 10867 اي حاجه. قال لي ايه؟ ما ضربش طبعا. حته ان الحاجه تظهر كده كده انا هخفيها اهو. فين التوست؟ وير التوست اللي بيطلع اللي بيبعته اهو، مش عايزها دي. كنا عملناها يا باشمهندس حسن بالراندوم نمبر، بيطلع رقم عشوائي كده البرنامج ويبعته. عملناها ازاي؟ عشان تعمل رقم عشوائي رقم واحد تعرف متغير من نوع راندوم يساوي نيو راندوم اسمه ار. وبعد كده راندوم ده كان زمان لما بنيجي نعمل جمعيات بنقعد نقلب ورقه كده ونروح رميناها ونرمي، او اذا كانوا بيجيبوا كاس كده في مع الاطفال ورق ويقعدوا يقلبوا يطلعوا واحد رقم كده سحب سحب عشوائي، تمام؟ بنعرف متغير راندوم اهو. وبعد كده عرفنا راندوم ده هي الايد اللي بتقلب جوه ايه الصندوق عشان تطلع بالبلدي كده. طيب اي ان تي اكتف كود ده لما تطلع رقم هتحطه فين؟ في متغير. يبقى انا عايز الاكتف كود يشيل اللي يطلعه مين؟ الار. طب هيطلع رقم عن طريق ايه؟ قلت له الاكتف كود هيشيل رقم يطلعه ار، رقم يكون ما بين الارقام دي، ما بين الارقام دي 95000، لا هو اعلى من الارقام دي على فكره، اعلى من الارقام دي من 95000 تمام، وبيبدا من 12. بتكتب الماكس زائد الميني ناقص 1 زائد الماكس. بعد كده الرقم اللي هيطلع ابعته مين؟ على الميل بكود الميل اللي احنا خدناه قبل كده. طيب هنا ما رضاش يتسجل، عايزين واحد ميل يكون شغال على موبايله دلوقتي. احمد حسن 2112 @gmail بعت لك ميل. ما انا هشيله اصل ما عملتش ريبيت، ما عملتش رن. بعت هو ظهر، مش عارف ظهر ايه كده. كم؟ يبقى احط الكود جوه سنت. انا هو اخر واحد. اه طبعا مش احمد حسن كده. مين اللي عنده ميل تاني شغال؟ حسن دوت تمام كده، وحسن مكتوبه كده 3930 بعد. خلاص بقى هناخد بتاع مستر حسن. تمام 3930 اي عنوان حلوان تمام، ونخلي اليوزر نيم حسن. ايه بعد يا استاذ حسن؟ مهنج عندكم؟ دوس بعت 3930 صح؟ تمام اهو اليوزر اتكريت كده. اتكريت فين بقى؟ في الداتابيز هنا، كليك يمين ايديت توب 200 كده، يبقى انا كريت في الداتابيز. كل ده عشان اعمل بقى نعمل ايه؟ نعمل اللوجن بقى. لوجن حسن اهوت، واتي من المره اللي فاتت، وده كنا بنسجل اي كلام. طيب
تعالى بقى عايزين نعمل قصة اللوجن. موضوع اللوجن ده قال لك هنبني فورمة، هنبني كليك يمين نيو اكتيفيتي جاليري اهي نيكست، اسميها مين لوجن. ايه عشان لا عشان نفس الشكل، عشان الزرار الشمال يفضل موجود. بعد كده ما ادخل بقى لا هتبقى الوضع بطريقه تانية. انا يعني انا امبارح ما فتحت برنامج العزبي، عاملين برنامج لقيته عامل كده الشاشه اهي، حاطط هنا بوفر، حاطط هنا مش عارف التذكره بالادويه، حاطط هنا روشيتا صور روشيتا مع تاني، حاطط هنا الفروع، حاطط هنا كونتاكت اس، حاطط هنا اباوت اس، وحاطط هنا صورة بانر كده، وحاطط هنا فوتر كده العنوان والكلام ده كله. ما بيتعملش ولا منيو ولا كلام زراير بس صور. تمام، دي ممكن طريقة يعني بعد ما الدخول ممكن احنا نعمل كده، بعد ما يدخل نعملها ايه اشكال. صيدليت برضو كانت سيف، كان مستخدم المنيو اللي احنا مستخدمينه خلاص. فهي دي ايه يعني احنا هنستخدم كذا شكل مع، وبعد كده لازم نستخدم دي الجديدة اللي عاملها الفيسبوك التبادل، فدي مهمة جدا، ده لازم ناخد دي اخر اخر اكتيفيتي نزل، اخر اكتيفيتي نزلوه، حتى اول ما نزلوها الواتساب عامل ابديت على طول ونزل نزل بيها خلاص. طيب تعالى بقى هنا ادي اللوجن فينش، بيقول لك في بعض الملفات موجودة، اقول له بروسيد انوي. بنحذف كام فايل؟ ثلاثة. ادي اللوجن فايل الهيدر لوجن والمين لوجن والايه وال دي ريجستر، لا اللوجن اهو، وبعد كده مين هنا في برضه هنا والناف هيدر لوجن، ناف هيدر لوجن واكتيفيتي مين لوجن دراور ومين لوجن، دول الثلاث ملفات اللي بتحذفوا، دول الثلاث ملفات اللي بتحذفوا. تحذف معايا محمد؟ عشان اربطهم بالمنيو بتاعتي، عشان يبقى كلهم على منيو واحده، ما اقعدش كل شويه اعيد المنيو تاني خلاص. طبعا هتيجي تعملي كده بيلد ريبيلد، هيطلع ايرور اهو، ما فيش حاجة اسمها ناف هيدر لوجن، قلت له عارف ده ناف هيدر مين اهي، ما فيش حاجة اسمها اكتيفيتي مين لوجن، قلت له عارف ده في اكتيفيتي مين درو. طيب كده بيلد ريبيلد، قال لي ما عنديش حاجة اسمها مين لوجن، قلت له عارف يبقى عندك حاجة اسمها مين. تمام، بعد كده الايه ما عندوش حاجة اسمها سيتنج، احنا عملناها ايه عربي وانجليزي اللي هي دي. تمام اهي، اروح واخدها من المين اكتيفيتي اهي عربيك وانجليش، اوكي اهم بيست. بعد كده قال لي ما عنديش حاجه اسمها ناف كاميرا، قلت له عارف غيرناهم اهي، دي بقى في الحاله دي اهو الحاجات دي اهي، كنترول سي هنا بس. قال لي في مكتبه محتاجه اسمها الانتنت، قلت له هات انا هنا في صفحه اسمها مين ايه مين لوجن اهو، لو داس على لوجن بقى يروح لللوجن، من اللوجن لللوجن، واجي هنا اروح رايح للمين اكتيفيتي احطها هنا، لو داس على اللوجن برضو من المين اكتيفيتي لللوجن. سيف، تعالى بقى للكونتنت مين لوجن واحد، عايزين نشيل دي
طيب لو عايز تشيلها، طيب لو عايز تشيلها هتروح هنا في الهيدر اب بار كده، بس اب بار لوجن، فين لوجن؟ اهي اقف عليها كده ومع الف مليون سلام. بعد كده اروح رايح هناك وير في الكود، في الكود في لوتنج اكشن باتن اهي، عشان ما تضربش منك تمام، عشان انت شلت الديزاين بتشيل كودها. تيجي بعد كده ادي هنا في على طول تمام، في شاشه هنا عندنا اسمها لوجن، في شاشه عندنا اسمها لوجن. طب انت ما خدتهاش ليه؟ قال لك بس انا كنت عايز اقوم على مين. طب انت ماشي، طب اوكي، طب ما ناخد منها الديزاين ليه؟ عجبنا انا الديزاين اللي فيها، بص كده عشان برضو ازاي تتعامل مع الشاشه دي. هخليها هي اول واحده تظهر، اخليها هي اول واحده تظهر. ناخد الكودين دول كات احطهم عند اللوجن اهم كده، يبقى خليت اللوجن هي اللي ايه اول واحده، عشان اوريك شكلها بس عامل ازاي. بص كده، بص شكلها عامل ازاي، خدت بالك؟ وهنا برضو ايه زي ما انت شايف كده، واخد بالك؟ طيب عايزين ناخد الديزاين ده، انا بس عجبني الديزاين ده عشان اخده، اروح رايح لللوجن. الديزاين ده عجبني، هي كان اسمها ايه بقى؟ لوجن، اكتيفيتي لوجن اهي. انا جايب هنا كده، اخد بقى شويه الاكواد دي، اخد شويه الاكواد دي كنترول سي، واروح رايح في الكود بتاع اللوجن بتاعي انا بقى، الكونتنت من لوجن الابيض يا ورد دي، احطهم بيست هنا ديزاين. طيب كلام جميل لحد دلوقتي تمام. طبعا الدنيا كلها عايزين ننزلها تحت، بص مش هينفع عشان هو جوه، جوه مين؟ اولا جوه سكرول، ده رقم واحد، هقول له شيل السكرول. واساسا جوه لينير، يعني شايف دي كده اهو، كل ده حاجه واحده، واخد بالك اهي، خدت بالك؟ طيب دي حاجه كمان بقى، سايب الكود بتاعها. بص بقى الكود بتاعها قد ايه، اكواد كتير بتتعامل معاها، شوف كل ده عشان يقدر يعمل ايه اليوزر والباسورد وشويه البروجرس بار داير وشويه وحاجه تانية. البروجرس بار ده معناه اللي هو اللودنج، وحاجه تانية اللي هو لما بتقف جواها تلاقيها طلعت فوق الانيميشن دي، خلاص. طيب لو خدنا ده كوبي كده بس، خد بالك دي اسمها اكتيفيتي ايه لوجن، وده الاستاتيك فورم الايميل ده برضو محتاجينه، وبابليك يو من اول هنا اهو. طبعا في حاجات هتضرب، كوبي اروح للميل لوجن بتاعتي. طبعا ما ينفعش تشيل دول بقى، هي دي كارثه دي بصراحه، هنبوظ الشاشه. بس انا احنا لو شغلنا دي كده بس، خلي بقى شاشتنا احنا العاديه الاول. ايه هي سهله، بس انا كنت عايز اخد بس لما اقف جواها بيطلع فوق.
لوجي اهي يا جوه الديزاين تمام كده. طبعا هنا سيت ايرور ده بقى احنا كده هنعرف نعمل خلاص. طيب عايزين ننزل الدنيا تحت هنا والمنيو معايا والدنيا كلها معايا. تعالى بقى في المنيو كده، انا مش عايز دي بقى، اقول له خلاص المين لوجن دي، لا مش المين لوجن اسمها لوجن، والاكتيفيتي لوجن مع الف مليون سلامة. تمام نيجي بقى للوجن بتاعتنا بقى اهي. تعالى هنا انا ملاحظ انها طالعه فوق صح، مع العلم هي هنا ايه لا بص شايف ده، ده اسمه ايه لينير، عشان كده هندلت اللينير. تعالى بقى كده معلم عليها، بس اول مره في الخصائص. فين دي؟ ده ساين ان يعني الدخول بقى. كده كده ماتش بيرنت وده ماتش بيرنت. بص بقى يا سيدي ايه يلا ادي مسحنا اللينير والزرار ده برضه هيتمسح هو كمان. بص بقى يا سيدي هنا برضو اروح قايل كده درو ايبل رايت باس، وهنا درو ايبل رايت يوزر، والانبوت تايب مش ايميل، والهند الهنت هنا. فين الهنت اهو؟ مش هيبقى ايميل بقى، هيبقى يوزر نيم، وهنا الهنت هيبقى باسورد. تمام هنروح منزلين كده وهنروح رايحين في الدي ديسك توب. كان عندنا صورة اللوجن دي كوبي كده، واروح رايح حاططها في الدرو ايبل بيست، وهسميها فيرجن 2. كان المشكلة عندنا في فيرجن 2 1 صح، وهنسميها لوجن 2. بعد كده هاجي هنا انزل image view login to، واروح منزل الصورة تمام سيف. بعد كده هننزل الصور زرار لوجن طبعا شلته بقى خالص، بس انا استفدت بالحاجات اللي كنت عاملها خلاص. ايمج باتون لوجن، في شويه صور كده
تلاتة كده تحت بعض بتوع ايه؟ انا هختار واحد من دول. كان في واحد هنا حاطط هي دي، مش كويس، مش وحشة، نسخ بقى ولا حفظ ولا اي حاجة. في واحد كانت تانية حلوة، فين الصورة؟ ما نزلتش ولا في صورة كده كانت؟ ايوه هي دي. ادي اول صورة. عايزين مثلا هناخد ده كده، بس هنغيرها ويز ايميل. ونحاول ندور ونعملها ويز ايه، باسورد، سوري، ويز يوزر نيم ايميل وجيميل. وهنا مثلا علامة آت ولو عايز تصغر الزرار شوية عشان ده كبير جدا، مش مشكلة. ده أول زرار. سيف، هسيفه. كليك يمين، شو ان اكسبلورر، درو ايبل، اخد ده كده. الباس، لوجن، ايميل. بعد كده لوجن عن طريق الفيسبوك. لا اصل ده مش لينك، انت فاهم غلط برضو. المره اللي فاتت فهمتها لك، ده زرار دخول. اللينك ده يا احمد بتتكلم عليه؟ لا ده لم في الكونتاكت اس، في الكونتاكت اس تلاقي بقى الفيسبوك والكلام ده كله. اخش جوه، اخش على البيدج بتاعته دي، احنا قلنا عليها هنعملها في الكونتاكت اس. اه بالظبط، وهي ومين ودي والجيميل.
بص بقى تحس بقيمه اللي احنا عملناه دلوقتي. نزل بقى ايمج فيو دلوقتي. شوف بقى كل واروح قايل هنا كده لوجن ايميل. طيب هنا بعد كده واحد تاني فيسبوك. بعد كده تمام. طيب وده دايما الشكل بيظهر قدام العميل. هاجي هنا انزل تشيك بوكس. فين التشيك بوكس اهي؟ واروح كاتب هنا ريميمبر مي او لوجن مي. فيسبوك كده بيكتبها كده. نزلها تحت شوية. ممكن تخليها view all properties layout margin top 14/5. نطلع دول نطلع دول. عايزين بقى هنا كده حاجة برضو قال عليها عبد الباسط المرة اللي فاتت، مش عارف لو حد مش المرة اللي قبلها. forget password forget password icon تمام، استرجاع الباسورد. اي حاجة كويسة وخلاص. هي تبقى جملة بس احنا عايزينها لينك وخلاص. دي مش وحشة يعني. دي عادية ليه رايك؟ اي حاجة. دي كويسة. ماشي forget. بص اصل دي الجملة يا محمد مش تبقى في الاخر. بص شكل ما عندناش مكان فانا هحطها هنا كده، فاهمني؟ عشان لو نسي الباسورد. ايوه انا عارف اهو forget. نيجي على دول cut بس ايه؟ مشكلة حتى جي بي جي. طيب مش مشكلة. دوت اي سي او هو اللي ما برضاش. وحش. انا هعمل زي ما انت قلت يا محمد، خلاص مش هزعلك. مكتوبه كده forget اي ست او forget. وبتبقى كده اهو قلت في
تكست كولر تبقى اللون الازرق تكون بقى مربوطه اصلا بالايميل وكده يلعب. تمام. قبل اعمل بس دي ادي اللوجن تمام. هنا عامل الزرار كبيرة ممكن كبيرة عشان الجيني موشن كبير بس جنب اللوجن فين هنا نفس البوت كده صفر صغيرة مين ده اللي تبقى ده تبقى تحت يا عم الله عليك معلش دايما بنسى ده يخلي لا ما هو بس عشان هو لا هو بيخلي الكتابة بس انا عملت كلير بص هي كده مش فارقة المكان يعني مش فارقة المكان نسمي التكستات ده اسمه يوزر نيم ده كده تي اكس تي يوزر يس تي اكس تي باس سي اتش كي لوج مي img email img face img gmail txt forget or reset password سيف. المفروض بقى الراجل هيكتب اليوزر نيم ويكتب الباسورد وبعد كده يدوس على ساين ان ويز ايميل هيتشيك على الداتابيز لو لقاه موجود هيبدا يدخل على السيستم من جوه لو مش موجود هيبدا كده هيقول له انفاليد يوزر نيم اور باسورد. طيب تمام تعالى بقى نوقف الفيديو ده ونبدا نبرمج.